بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ونكسن داود الملك استجوكتان كنا صدوا هذا تلفزيون كعالمي جيستار ومركلي برنامج كان الدين تين استحاض وتضابط كي بهال مرة كذا وتان تلفزيون كعالمي جيستار برنامج كان الدين تين استحاض وحيقو مرتين محمد شيخ محمد عبد أحمد أو أنت بدنا دلني رضو تغانو إن محمد يمني وقارين محمد كصدوا برنامج كان جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم هذه هذا يوم كوكو معنا قياء عسومي تعتقد عسومي برنامج كان إن محمد شيخي ذا ريرة دان ريرة دان أواتاي طبعاً سيدا وين لوغي يقانو مقالة هاركسة بل تاريخ تادو كوبان لا مدير لا ستح مدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ولا تاريخ دوا تاريخ ابن آدم كا مبيلمتهاي سيدا ورشامان رشي الحمد لله وحالا يدوا حانوس دير رحمة جرتو لكن أنا سوق أبو أنا عمرك يقول رسالة كان وحكو برتاي مقالة هرجيسة معاهدة إذا يانك بحي حلقة ذا مساجد ذا أيام وحكو برتاي أنكو تحنا علماء يدي وحكو مدها وقت قاسي الشيخ رشيد عقه الشيخ ليلاده الشيخ محمد حسين الشيخ ليلاده يا شيخ ليلاده الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن داري وأه شيخ أبو بدن يعني إن بدن عن وحكو برنايي وقت قاسي الشيخ ذا حاكم ده الشيخ عبد الله البربراوي حفظه الله تعالى يا علماء كله أوفر بطن دولت هنا وحن تجي وطن كا يمن أيام وحكو برنا يين بطن علماء ذا كان كل مئات يبي أوفر بطن أيام ماشى وحكو برتي وحي هيد دار الحديث دمج وآدي آد عالم كإسلام كا لغية قانون ويمن قتالة waxaan ahayd meeshaas meel cilmiga barashadiisa uu loogu go'ay dad fara badan ay joogan caalamka islaamka oo dhan laga wada yimid iyo wax weeyaan wadanada gaalada ama reer galbeedka meeshaas sheekhi haysto waxa loo jiray sheekhuna sheekh yahya ibn ali hajuri xafidahu allah ta'ala waxa kamid ahaa culimadaydi sheekh علي الرازحي حفظه الله تعالى وأه شيخ مصطلح حديث كيدغي وحا كمدها علماء داسي الشيخ زايد الشيخ زايد الوصابي حفظه الله تعالى وحا كمدها علماء داسي الشيخ عبد الرحمن العدني حفظه الله رحمه الله تعالى رحمة الأبرار أول الدلي لابدي يكون إيو لحية طبنك يا شيخ يا الدلي رمضان تيو بلي ميلاها سيكاهر دي يا شيخ الدلي سوى صلاة دي كسر صعداء أما مثالك سوق لا يظهر كي تكيس له أي حبل غفرة حبل بالغفرة عظم بالجد لي شيخ حسن وحها شيخ أدي وأخلاق بعضن وأدي أدو ناكسن أيوها علماء يدي وح كمدها الشيخ محمد ابن عبد الله الإمام ومركز وين كوا يستاي معبر وح كمدها علماء يدي شيخ وينا الشيخ عثمان السالمي حفظه الله تعالى أو أه شيخ يدن أدي أذكر تعالى هاي ما شاء الله. داود يا سيدنا هروش شغنا برنامج كان وحنا كذا هذينا وبرنامج كوه يقوم مرتين محمد عبد محمد عبد أحمد الله يقانو محمد يمني. وحنا تطبعت كم برنامج كادي الله هيبوين إن ما كذا هذي دونا تاريخ النبي جا أو شيخه ولا بحي محمد وان حارس برقنسة. بل عدد النبي لوضع شيخ تاريخ النبي جا عليه الصلاة والسلام. النبي جا محمد صلى الله عليه وسلم. برنامجك أما كلمة دنيا مكواح كنت أبسن تاي محمد وان حريص برقانيسا ومعنى واحد تاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سدوا أودين يهاي وان حريص أيو يهاي عدول نبي محمد عدنا ملها الله ما بشر كورن بو نبي يهاي عليه الصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشيء ده إنه لا نهاي محمد وان حريص برقانيسا صوتها إنه ولا نهاي أما إن برنامج أو شيء أنا واحد تاي نبي محمد روح نقضي عليه الصلاة والسلام مد آدي يا آد ما أنت ميريها وحلاقة شيء غو وضد بضم با أي واحد ويان كسر عام بحن نبي محمد عليه الصلاة والسلام ونبي آد مودد إن أو آدي يا آد واحد ويان وود المية واحد ويان ما أنت هداد إكتد ورباهمها عالم كا عدا وجب بضم الدين تيس وحلاقة شيء غيا شخص ميسوح لغا شيغيا انو محمد يهي صلى الله عليه وسلم وحضر كيسا
وحتى معلمهن إلا يو مدو لقى شغلو تطبعات أما لبا تطبعات كلدو and ودن كلي رهدو هولن نادر لان لي رهدو وحاجرتي إن وحويان بارلمانك أما حسب جو حويان إن هو أغلبية بدن ونقضي مدك تفوق رجع سنو رجع ذي عاد وحوي أمي يلا أدق طبعا تنا مال لو تو حي رهدين وحن سمعنا ترتن في الكرتونة ونبي محمد قومي تلي عليه السلام دين تي ستة وحلا غير شيء جو طبعا تنا عارين تاسع سمعنا يا بودي بده وين هو ده كنا درلان هيستا يا بودي ورسك ده بيروح حس بحس ده كعيم بكين يسا هل تقول من كمان يلك أتكايا ده معنى إسلامي قاعد هل تقول كعدونا ده هذا عيد كلا كيف إيسن كرتا مسلمين تقولنا ده وحبي يليسا هل قفوا حمي يليسا مسلمين تقولنا ما نبي يروح كشيء يسا ما كده ده مدينته يروح كشيء يسا ده كم كعو وي وذا كعيا ده عيد دون يسي هنا فل عن هبونا أي سما يسنا تاسي كيف إيسن تقولنا كسر دوما تقولنا كده وطننا ده هذه أتكا أرنتا يقول ده وقاعد الله وحكمي ده وطن كباكستان وهم كوقف صدي رئيس وزراء هذا عمران خان كد يا أدي الله هذا كد بوح ويرق يعني قرمة ما دوي بني فكر سندونا دعوة بني كوجد بنينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوي هل مليار يا برد قف أي أي كو أبتر صلا ودين تيس حيستا ما كان تد كاس صدنا مورال كوه حلا يلامد هبون ما سيد يهود وحقوق ذا ذلوا إلى ليا قرمة ما دوي عليه الصلاة أي أنا نقول الدين ما تقي أحمان وصارينا وحنورنا نعيم خلاص بلعبه وحويان إسلام كقف كوحكة شجع وحويان محكمة الله سنية كده أنت هذا مكو كل يهري كريه هذه هذا حظيت وأنا الدولة باكستان وأنا الدولة ما أنت وحوي الدولة ده مسلمين الدولة ده نوبليار كحيسته ويان وأنا الدولة هذه هذا أول طلب كده مركو هذا مكو وحويان مركو هنشبي نمان كي نادر لعنة وفكرنا وحيد هذا وبلو هذا وطن كمان وخلاص وقناع كوي تشوشي كإذا واحد دولنا معناه محمد عليه السلام صورة حن يمقال كحن لجاء من سيه إن عينه كباب إنه عينه هما جاء عينه صارنا إنه محمد عليه صلى الله عليه وسلم نبي النحريسات نبي عيد والبؤن حريستا نبي النحيس برقان يسأ نبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي آذي آذ أقيم بطن والنبي نحريس بطن والنبي دبرم بطن taana inagu malihiina ilaahay ba arinta ku bitilmaamay ilaahay baana adoomihiisa yaqaana yakhluqu allah ma yasha wa yakhtar ilaahay wuxuu doona ayuu abuura ku doonana uu ka doorta idinna muhammad kaleey salaatu wasalaam wa ilaahay subhanahu wa ta'ala basharkan ayuu u soo diray si uu ugu noqdo naxariis burqanaysa sidaas awgeed ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala fa bima rahmatin min allah linta lahum nabi muhammadow naxariis ilaahay kugu galadaystay oo uu kugu wajaafiyay daraadeed ayaad ugu naxariisatay oo ugu dhibirsanaatay haddaad ahaan lahayd mid qallafsan oo aad adag oo hadalkiisu uu adag yahay oo hadalkiisa naxariista iyo dhibrinta laga xayuubiyay dadku way kaa carari lahaayeen diintaadana may aqbaleen وحول باطل هذا ما يدعى يستن إله إن حريست أو كوجم من يستي أو كوج على يستي درادة أياد أقولنا حريست بولاية هي إله سبحانه وتعالى إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي نحريس دويان عالم كأردن أيون نحريس وياي وأيو النبي محمد والنبي عالمي دين تيسون والدين عالمي وهر عالمي تاجن أو ميل والبا وحويان جاريسة لون باهي يهيني قادو سيداس أود نبي محمد والنبي نحريسات إلهي سبحانه وتعالى وحيدي سوى ينوت المامي عارين تاسي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي محمد ووحا أنكو صدرني أنكو صارني وسيعد عالم كأردن آد نحريس آدو نقطي سيعد قال يا مسلم بنحريس وقو نقطي قال كان نحريس بعضو تهي عذابك إلهي بدو قد قيسا مسلم كان نحريس بعضو تهي وايو وأدو بشارينسا كنوين أيا نوغو بشارينسا لكن قال كا إساقا إلهي عذاب كيسو ينو ياهي مدارن أيا أقدي قيسا إذن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن حريص برغان إيسا وآيو نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن وحو آذي آذ كي نوودي ريق ليي إن نسكون حريصان
نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحيري ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء عدة دوكة شوكتا أون حريستا دومي إلهي عدة سمدة شوكتا إلهي أه أي إذن خريدين حريسان إسا نبي صلى الله عليه وسلم أي مالي مال محكمة دا وحالو شاكي قبدي سي زينب أو إنا يروي دا شاي أولين تي تبدا تنا نبي مي أك شوكيني فرهم بأو صافرتي نبي صلى الله عليه وسلم مركا عرينتا لوصا شاكي بو أوي أو إلمي صلى الله عليه وسلم لكن مو بورارانينة إلمانا وكسو يعضي إلما كسو يعضي إلما أس إلمان حريسات بهد إلمان حريسات أي أحي فقال النبي عليه السلام وحلق رسولك الله يميات أو يسع النبي عليه السلام وحويري إنما يرحم الله من عباده الرحماء إلهي وحو أن حريستا أدوميه سن حريستا بضن سلاسي أوغيد أنا أنا حريس أي إيقا إلميسيس نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونبي حريسات نبي وحو تلمامي صلى الله عليه وسلم قفك آن تدك أن حريسا وإلهي وحو يأنو كي يمتك أن حريسا كاسين خساري نبي صلى الله عليه وسلم وحوري خاب عبد وخسر لم يجعل الله رحمة للبشر إلهي سبحانه وتعالى وحو يأن خاب عبد أدون به هوغي أو هلاك سمي خاب عبد وخسر لم يجعل الله رحمة البشر وإلهي أضومها يا بشر يا آدمه إلهي أنو نحريس بأنو ويلين وأنو كيلين با أضون أضومه إلهي ونحريس تا إذن دين تانو ودين نحريس نبي غينونا ونبي نحريسين سيدا سيأوغيد وإنينو كدلالو إنينو إنغو وحويان أينو إسكو نحريسانو نبي غينو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم waxa kamid ahaa naxariisiisi inuu aad iyo aad ka inoogu dhiri gelin jiray oo aad iyo aad inoogu dhiri galiyay oo aad iyo aad saxaabaysa ugu dhiri galiyay oo aad iyo aad umadiisa ugu dhiri galiyay inay waxa weeyaan wax isku fudaydiyaan oo aanu tilmaamay inay diinta islaamku tahay diin fudud sidaas awgeed nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna diina yusrun walan yushaada diina ahad illa ghalaba فسددوا وقاربوا وأبشروا رسولك وحليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دينتنا ودين فضود قفنا دينتنا اسكمات كيو إلا إلا هذو اسكمات كيو دينتنا يدا يا كحد كحد بدنا تا دبده تنامك سوقف كي ونقطة قف أدارك أو قلب سن أو ما يلعبك إذا دين تو فضود هاي دين تا اسكمات كيننا أيون الله النبي صلى الله عليه وسلم دين تانو نبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي إلى تهي ديمه إلهي دين توقفض إلهي دين مصو بحن إلهي دين ما تشذينن هدو تشذيني دين تديمها لو تشعيل كبدن يهي لو أقولنا قيمها بدن أقولنا قايها بدن ديمها أنا وقفض إلى تهي دين تنا محمد أيونا محمد نوت المامي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس ورنا أيو رسول وحوت عليه الصلاة والسلام وحلقو يدي نبي وحا لغو يدي يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنفية سمحة نبي عليه السلام وحا لغو يدي دين إلهي أو تشيديو دين تا أغو فضوط ناشك إلا أغو تعيلك بدن يا رسولك إلهيو نبي وحو يدي الحنفية سمحة ودين تا سامحتام كبدن ودين تا تلك سامح دا تلك عفز دا تلك عفز دا وحا ويان كلسا عفتان ديمها كلايا شركية وحيالهانا كفا كنيسا إيكا إيلا نيسا إيكا عيمدا نيسا إيكفرنا نيسا إذن دين تانو ودين آدي آد أفضل دين تانو ولا ليال يناي محمد عليه الصلاة والسلام وحيالها الله صدري وحا كميدها يناي حريس تيسي وحا كميدها إنو ناي محمد النفري صلى الله عليه وسلم إنو وحويان أينو وحيسكو فضايدينو حق الدين وإنان وحباينان إسكو أدكينن markaynu talooyin isa siinayno markaynu iswaaninayno markaynu wax isku sheegayno inaynu noqono ummad dabacsan ummad waxa way reereen ku nool ummad farxad ku nool ummad baraara ku nool ummad naruur ku nool ummad waxa weeyaan isku fudaydisa ummad isku dhibrisa ummad isku naxariisata inaynu noqono ayuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan uu ino jideeyay nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu dirayay
saxaabigii weynaa ee la odhan jiray labadii saxaabiya weynaa ee la kala odhan jiray abu muusa iyo mucaad binu jabal nebigu markuu u diray ee yeman wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam mucaad iyo abu muusaw markaad yeman tagtaan deedkaad u tegi doontaan waa dad ahlu kitaab ah waxay haystaan laba diinood oo horay u jiri jiray oo la naskhiyey oo diidmada qayaxan la saaray oo aan shaqaynaynin wakhtigaagan waana labada diimood ee la kala yidhaahdo diinulyahuud iyo diinunasaara diinta kiristaanka iyo diinta yahuudda dadkaasi waa dad aqoon leh marka ugu horeysa aad u tagto waxaad samaysaan yasira fududeeya wax waxba ha adkaynina walaa tucasira waxna ha adkaynina wax fududeeya oo waxba ha adkaynina buu leyna waslaam wabashira dadka jannooyinka ugu bishaareeya ilaahay naxariisiisuna ay tahay mid ballaadhan ugu bishaareeya waxa weeyaan dadka ida diilo iyo ifafaalow waxa weeyaan wanaagsan dadka geliya ayuu leeyahay nebigu sal allahu calayhi wasalam walaa tunafira dadka ha eryina dadka ha cayminina dadka diinta ilaahay ha nacsiinina ayuu ina leeyahay nebigu ayuu nebigu ku leeyahay sala allahu calayhi wasalam labada saxaabi ee aad iyo aadka u qiimaha badan ee aad iyo aadka u qaayaha badan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo yidhi alaa ayuha annaas ina diin allaahi casa wajalla fii yusrin dadow ilaahay diintiisu waa mid fudud oo jilicsan oo dhibirsan oo cid walba aayaheega ka talinaysa war diinta ilaahay waa diin fudud ayuu nebigu yidhi sal slam saddex jeer buu ku celceliyay arrintaasi caaisha waxay leedahay nebigu sala allahu calayhi wasalam laba arrin oo ku soo beegma lama doorgeliyo ilaa haddii la doorgeliyo labadaa arrin ka fudud buu qaataa ka adagna wuu iskaga tagaa haddaanu ka fudud aanu dembi aanu ahayn hadduu dembi yahay nebigu iskaga fogaan jiray sala allahu calayhi wasalam idan nebiga calayhi salaame laba arrin uma wada sinaadaan hadday wada sinaadaanna labadaa arrin waxa weeyaan kooga fudaydka badan ayuu qaadan jiray nebigu sal ly slam haddaanu arrinkaasi aanu dembi ahayn caaisha waxay leedahay radia allahu canha wa ardaaha nebi moxamed sal allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam weligii iyaalihiina naftiisa umuu aarsan oo umuu aarin bay leedahay diinta ilaahay marka lagu xadgudbo ee meel lagaga dhaco unbuu nebigu caysa unbuu kici jiray oo waxa weeye u xanaaqi jiray laakiin isaga iskiisa haddii wax looga sheego waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam mu aargoosan jirin waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laba arrin buu isku hayaa diin buu hayaa waa arrinta labaade dadka muslimiinta iyo bulsho weynta caalamka ku nool gaal iyo islaamba nebi maxamed madaxweyne uu yahay maadaama madaxweyne uu yahay dhacdhaca uu iska ilaalinayaa isaga haddii dhacdhac loola yimaado nebigu sal slam wuu iska cafinayay wuu iska dhaafayay cidna muu xidaynin cidna wuxuu kumuu samaynaynin laakiin diinta ilaahay marka loo soo dhawaado nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasshiikh intaad qodobka kale u gelin waxaa jirta buug aad qorayso oo aad ka qoriso nebigeena calayhi salatu wasalaam buuggaas ma taariikhda nebiga unbuu ka sheekeynayaa sheikh maxamed may nebiga calayhi salaatu wasalaam buuggaa insha allah af soomaaliga insha allahu tacaala waan soo saari doonaa insha allah maalin ay noqotaba buuggu markaa wuxuu ku hadlayaa uun nebi maxamed ciise inuu ahaa naxariis burqanaysa marka taariikhdiisii si loo ogaado horta waa in waxoogaa taariikha uu lahaa laga horreysiiyo kadibna qaabku dadka ugu naxariisan jiray qaabku gaalada ugu naxariisan jiray qaabku ugu naxariisan jiray dadkaan diinta islaamka haysanin qaabku ugu naxariisan jiray calayhi salaatu wasalaam dumarka qaabku ragga reer miyiga ugu naxariisan jiray qaabka dadka cilmiga le ugu naxariisan jiray qaabka dadka aan aqoonta le ugu naxariisan jiray ila ummaddu ma ogtahay isku wada darajo maaha marka insha allahu tacaala inagoo ku muujin doona buuggaasi nebi maxamed calayhi salaam inuu ahaa nebi naxariis burqanaysa ah oo aan ahayn nebi qalafsan diintiisuna sida laga faafiyey aanay ahayn argagixiso ayaan insha allah caddayn doonaa maxaa diinta islaamka inay tahay diin xuquuqda islaam xuquuqda insaanka oo dhan ilaalisay diinta islaamka inaan waxba inaanan ka tegin waa ilaahay baa wuxuu ina leeyay subxaana watacaala maa faradna fi lkitaabi min shay kitaabka waxba kaga maanan tegin marka war qaarna maanta iyagoo islaam sheegana waxay ku odhanayaan
war islaamku kun afar boqol iyo afartan sannadood ka hor wixii jiray lama janqaadi kare war waxaa la maray labadii kun iyo sideed iyo tobanka la marayaaye casriga la janqaada la odhanaya diinta islaamka waxaas dhan ka horeysa adu waxaan sheegsheegaysaad ka sheekeynayso diinta islaamka ayaa ka hadashay kun afar boqol iyo afartan sannadood ka hor buu ka hadashay maanta waxaynu galnay waa bishii waxa weeyaan maanta waxaynu ku jirnaa waa waxa weeyaan waa bishii muxaram labadeedii kun afar boqol iyo afartankii ku jirnaa marka nabiga cali salaam waxaa kasoo wareegtay taariikhdiisii kun iyo afar boqol iyo afartan sannadood ayaa kasoo wareegtay marka insha allahu tacaala macnaha waxa weeyaan buugga waxaan uga danleyna waxay tahay in dadka islaamka aan ahayn inaynu islaamku wuxuu yahay aynu u sheegno inaanu islaamku ahayn diin argagixiso islaamku inaan ahayn diin qarxis islaamku inaanu ahayn diin ismiidaamin islaamku inuu yahay diin nabad ku dhisan nabadna ummadda ugu yeedhisa way aynu iska wadano casharkeena sheekh maxamed kadaalika nebigu sal alla slam wuxuu leeyahay ina khayra diinukum aysaru ina khayra diinukum aysaru nebigu cali slam wuxuu leeyay diintiina ta ugu khayrka badani waa ta fudud ee fudeydka ku dadaala ayuu leeyahay nebi maxamed sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam kadaalika nebigu wuxuu yidhi in allaha tacaala radiya lihadihi lumma alyusr wakariha laha alcasiir nebigu wuxuu leyay cali slam ilaahay ummaddan wuxuu raali uga noqday fudayd fudayd ayuu ilaahay ummaddan uu raali ugala noqday ilaahay uu u nacay oo u diiday oo u ka hoday waxa weeyaan adayga kadalika nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha lam yabcathnii mucannitan walaa mutacannita walaakin bacathanii mucalliman muyassara nebigu wuxuu leeyahay calayhi isalaatu wasalaam ilaahay iimuu soo dirin oo iimuu soo siri oo iimuu soo saarin oo ilaahay nebi iigamuu dhigin oo ilaahay iimuu soo dirin si aan u noqdo mid adadag oo qallafsan oo isqallafiya ilaahay iima soo dirin sidaa inaan iska yeelo hase haatee ilaahay wuxuu soo diray inaan noqdo macalin iyo bare wax fudaydiya idan nebi maxamed calayhi salaam waa nebi naxariis badan oo wax fudaydiya nebigu calayhi salaatu wasalaam cafintiisa iyo waxa weye naxariistiisa waxaa ka mid ah in uu nebigu calayhi salaam iska cafin jiray cidda wax ku samayso bal haddaba tusaalayaal aynu ka qaadanno bal siduu nebigu calayhi salaam wax u cafin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinkii xudaybiya sideetan gaal oo uu nebigu qafaashay oo uu qabtay nebigu iska cafiyey sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam oo nebigu calayhi salaam waxaa dhacday buur la yidhaahda jabalu tanciim ayuu nebigu calayhi salaam soo socday kadib sideed nin baa jidka usii istaagay nebiga nebigoo soo socdo buurihii soo dhex maraya ayay waddada usii istaageen oo ugu dhunteen oo ugu sii dhunteen kadib nebiga calayhi salaam waxay doonayan inay hoos u dilaan bay doonayaan sideedii ninba nebiga calayhi salaam ee doonayay inay dilaan ee ilaahay uu ka badbaadiyey waxa weeyaan nebiga calayhi salaam markii la qabtay sideedii nin nebigu iska cafiyey calayhi salaatu wasalaam idan nebi maxamed sa nebi dadka wuxuu nebi naxariis badan oo naxariis burqanaysa ayuu ahaa dadku iska cafin jiray naftaydii baa lagu xadgudbay maanigoo madaxweynihii islaamka ah maanigoo sidaan ama odhan nebiga calayhi salaam isma qaad qaadin waayo soomaalida waxay tirahdaa isla qabaan la qabay isla qaayo weynaa nebi maxamed calayhi salaam ma ahayn nebi qabqabla'a ma ahayn nebi calayhi salaam wuxuu ahaa naxariis badan nebi wuxuu ahaa dadka iska cafiya waayo nimankan gaalada muxuu ka rabay si ay bal hadda nebi maxamed calayhi salaam dacaayadaa laga fidiyey iyo borobogaanta laga fidiyey nebi calayhi salaam waxay nebigu waa mid qallafsan waa mid saaxira waa mid isla weyn madaxtinimu raba markay nebiga calayhi salaam markaa uu sideedaa nina doonaya dilkiisa inay qabtaan dilkiisa nebiga calayhi salam doonay inay hoos u dilaan nebiga calayhi salam wuu iska cafiyey xataa dagaaladu cafin jiray nebiga calayhi salaam marka nebiga calayhi salaam sideetanka waxa weeyaan sideetanka nin ee nebiga calayhi salaam doonaya inay hoos u dilaan ee buurta ugu sii dhuuntay ee nebiga calayhi salaam magarata markaa awrarkii baa la waday saxaabadu nebiga markaa nebiga calayhi salaam way ilaalinayeen waa la soo socday kadib sideed waxa weeyaan sideetanka nini waxay sameeyeen nebiga calayhi salaam dhexda usii galeen markaa nebigu waxay doonayeen inay awrka uu saaran yahay ay ka tuuraan calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaam markaa uu iska cafiyey calayhi salaatu wasalaam kadaalika nebiga calayhi salaam saxaabiga la yidhahdo nin la odhan jiray thumaama ibnu aathaal oo ahaa
كان بقبيل أما أوضاع دقامات طوها رير الأورنجيري ريبني حنيفة كدب من كاسة دقال بالغو سوقفتي نبي سوقفتي عليه السلام تبا تنبي عليه السلام يا صحابة دو واحد يكون حدان نكي سوقفتي مساجد كوالا كرامين يا شيخ تبا هو حيث دين تي إسلام كعسان تي دين أدعادك وحق أدعادك ورنك دين تي إسلام كعاتك يا نفتي سو متلي يا إسلام كمو متلي وإن نكالا قرانو قف أما إسلام شيغانية أما وداد إسلام شيغانية أما نين مدحو إسلام شيغانية هدو فعل سمايو ده فعل كاسي إسلام كا مخصيو إساي خصيصا كذلك بحيك لقرنا عدة فعل كسمايني سيدينتك لقرنا إيه مالكا نين كاسي بغر كأه مدح ذا ولا كرامية مكلا سوقفتي هدو ندى قالا ميلا سوقف مساج فيه على وحرك تير مساج فيه على وحرك كدب النبي صلى الله عليه وسلم نينك وكوري زيك بركو حرام وكسر نقضي والثمام ما إسلام يسا ما إسلام ما يبود والثمام ما إسلام يسا ما إسلام ما يبود ها محمد أو هذا اللي دشوا ولا هذا اللي شانه هذا اللي دشوا رير بنك سو شيء يبود دي جايكو نقول ما دي جسك دعته أو نينو دمر دلو خلنا نقول ما يبود لكن هذا اللي دشيت دي جايكو مدس وحويان waa weey iska daa isna qon maaye mid wuxuu noqdo qiimo uu jooga qabiilkayga iga ka aari doona bish hadaas maxamed oo ilaalisana oo diidaysana den nin ragal abaal gashatayo ninka ragayna dad raga uu abaal gudayna raga yaa lama yareyste tahdadi abaal gudoon ka sii deeso daana abaal ma ku gali doona oo abaal kaas wuxuu inaan ku nabad galiyo oo aan ciidan buu cada waana ku soo raayo kadib nabi kaleey salaam hadana maalinka dambe ku soo noqdo tan maanka saaxib soo noqday ninku waa nin meel adag oo arinka muulay war hadaa idil muulay hadaa idisho dhiigaygu ma daadanayo ma ya in dhiigii soo qiimeelay baad shadaa idishid heerkayga ay ka aaraya kadib nabi kaleey salaam wuxuu yiri bal naga sidaayo alliquhu buu yiri ha alliquhu thumama iska sidaayo ha oo nabad galiya oo jeerka sidaayo nabi kaleey salaam waa la sidaayo ninka markaa muxuu sameeyay intuu cararay ayaa wuxuu tagay ceel yaro meel ku yaalay oo wax uga biyo ku jiraan barnaamijkan halkaas inta dabaadkan hadii la yiraahdo kusoo koobina waxaan ugu martay maxamed cabdi axmed aad baad u mahadsantay maxamed yamani tan iyo kalunti dambe waxa salaanta ka tagna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkan waxa hadii la yiraahdo maalmaha soo socda ayaan halka ka sii wadayna insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu